السلام عليكم شباب، كنتمنى كاملين تكونوا بخير. معكم لانفوغرافيست ومرحبا بكم في هذا الكورس الجديد ان شاء الله اللي غادي ندويو فيه على برينت اون ديماند بيزنس. غنحاول انني نفرق هذا الكورس هذا لدي ايبيزود، يعني كل نهار نقدر نلوح ايبيزود، المهم ايبيزود باي ايبيزود حتى نسالي الكورس كامل. وفي هذا الايبيزود ديال اليوم ان شاء الله غادي نبداو بهذا التومبليت اللي كتبان لكم قدامكم. هذا التومبليت كنخدم بها شخصيا، اختاريت فيها احسن 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 الفونت، موست اوف ديم ار فروم كرييتيف فابريكا، تيليشارجي من كرييتيف فابريكا، تقدر تلقى ليا الفوق ولا لتحت على حسب فين محطوط الفيديو، تيليشارجيوها and follow up with me on how to use it. اوكي سو اول حاجه نديرو هو نانستاليو الفونت ديالنا، نمشيو للتوصيل اللي تيليشارجينا، نمشيو للفونت بالنسبه للناس ديال ويندوز كنترول ا سيليكسيوني تو، غتكليكي دروا وتبع ليك انستالينا. الناس ديال الماك غتمشيو للفايندر جو، نمشيو للايبراري، من بعد تقلبوا على واحد الفولدر سميتو فونت، نمشيو للدوسي اللي تيليشارجينا فونت كنترول ا، وغادي ندراغيو كامل هاد الفونت هذا لهاد الدوسي هذا. وبحكا نكونو انستالينا الفونت ديالنا، غنمشيو للتومبليت. كيف ما كتشوفو هنايا كاين بلاصة لي فونت، وهنا بلاصة الجرافيك اليمنت، مرة كنخدمو بحال هادو، كيكونو ديجا اغلبية لي تيشيرت ديزاين كيخدمو بهاد فينتيج سايكلز ولا الجرافيك اليمنت، يعني مرة كنحتاجوهم. هذا الموكاب تقدر تحتاجو الى باغي تشوف الديزاين ديالك كيفاش خرج قبل ما تيكسبورتيه، يعني كتلوح ديزاين ديالك هنا وكتشوف واش جا مزيان ولا لا. وهنا الارت بورد ديال الديزاين ديالنا، وهنا الكالرز. دابا نوريكم كيفاش تخدموا هاد التومبليتس هادي باش تسرعوا الوتيره ديال الخدمه ديالكم. نهزو اي تكست بغينا، مثلا نهزو هادي هيلب، نكتبوا اي حاجه غير باش نجستيو، نكتبوا فور اكزامبل جاست تيستينغ ذيس تومبليت. من بعد كنسكيليوها باش نقدوها مع الارت بورد، حاولوا انكم ما تخرجوش على هاد الوايت ارت بورد. اوكي من بعد فاش كنكتبوا التكست نمشيو للاوبجيكت فلاتن ترانسبيرنسي ونضغطوا على اوكي. هاد لوبسيون هادي كتخلينا اننا نفرقوا دوك التكست ونقدروا نتحكموا فيهم كيف ما بغينا. كتكليكي دغوا غدير ان جروب، من بعد كتقدر انك تحكم في اي تكست كيف ما بغيتي بوحدها، تقدر تكبرها بوحدها وتسكيليها كيف ما بغيتي. الا بغيتي تبدل الفونت ديال اي كلمه هنايا، ما عليك غير تضغط على التكست اللي بغيتي تبدل، غتمشي لهاد اللوتشي لهاد ديال اي دروبر تول، غتضغط عليها وتختار التكست اللي بغيتي، من بعد التكست ديالك كتبدل الفونت اللي كتختار. نفس الطريقه كنختاروا بها الكالرز، يعني نقدروا نختاروا اي كالرز لكل تكست بغينا، نمشيو لاي دروبر تول نختاروا الكالرز، مثلا نمشيو لتيستينغ نختاروا لها الكالرز اللي بغينا، ذيس وان از ويل نختاروا لها اصفر، تومبليت اورنج. فاش كنساليو الديزاين ديالنا كنحاولو اننا ادجاستيو على الارت بورد، من بعد كنضغطو على هاد الباك جراوند هادي، من بعد كنضغطو على كنترول 3 باش نرجعو داك الباك جراوند انفيزيبل، يعني باش ما تيكسبورتاش معنا داك الارت بورد. باش نرجعوه فيزيبل كنضغطو كنترول اولت 3، من بعد كنمشيو للفايل اكسبورت اكسبورت از، وكنختارو البلاصه فين بغينا نسميو تي شيرت شيرت 1 فور اكزامبل. غادي نمشيو ليوز ارتبورد نختار رينج 1 وكنضغطو على اكسبورت. هكا غنكونو اكسبورتينا الفايل. كنتمنى ان التومبليت تكون عجباتك، الا فريمون عجباتك ما تنساش تضغط على لايك سبسكرايب اند فولو مي اون انستغرام، ونشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.